انه الخلويات اللي في الاردن 6 ملايين ونص خلوي في الاردن، مع انه انا ضد انه يكون 6 ملايين ونص، بس هاي بتدل على انه في شغله في العمليه. والجانب الاخير هو القوى البشريه العامله في المعلومات في الاردن. هي صحيح من القوى العامله العربيه المميزه والمطلوبه حتى في ايرلندا ودول أوروبية. وشكرا. شكرا سيدي. يعني نأخذ كمان دكتور موسى. في بس إلي وجهة نظري أقل سوداوية من اللي تفضل فيها حضرتك. في كتاب كتبه تشيرمان ألين جرينسبان اسمه The Age of Turbulence من 2007 طلع، و في كثير اجابات فعلا على الاشياء اللي حكيناها الليله. جلوبالايزيشن، العالم مش نفسه بعد 89 بعد ما انهار جدار برلين. بنلاحظ احنا ان كلفه الطاقه بالاردن من بعد 97 لما كان النفط الاول تايم لو 12 دولار بير بيرل فجاه طلعنا ل 120، فاتوره الطاقه لدوله زي الاردن ارتفعت الى ما يقارب 20 او 25% من الجي ام بي تبعنا. امر مش سهل التعامل معه بسهوله. احنا ما بدنا ننظر لبعض الامور درجه سوداويه اكثر من اللازم. يعني الجلوباليزيشن لعب دور علينا، مش كانت تاثرنا بالازمه، احنا تاثرنا بسعر النفط وسعر الكهرباء اللي عماله يعني بياثر على الناس بشكل مباشر. لكن يعني حتى انه السؤال اللي بيطرح نفسه الان، انه احنا كمجتمع منفتح السوشيال سيفتي نت تبعتنا هل هي كافية للتعامل مع هذا الحكي؟ هل في عندنا طريقة ان نخصص اكثر من 10 ل 15% من الجي ام بي تبعنا في السوشيال سيفتي نت بروجرامز؟ لانه هلا صار كونسنتريشن اوف انكم عندنا. المشكلة صارت بتتمثل، يعني هي مشكلة عالمية اثرت على الاردن بالكونسنتريشن اوف انكم. بطل في ديماند. انا مشكلة مصر مشكلتها مش لانه هم مش كويسين، عندك 80 مليون بطل فيهم حاجة، ل 60 مليون منهم حلت محلهم الآلة. فأنا بقول يعني مشكلتنا إلها حل، بس هي بدها التفكير في الاتجاه السليم، ونحاول نلاقي برامج اللي نقرب هالفجوة ما بين الفقير واللي معه واللي ما معه. وشكرا لك. شكرا سيدي. مساء الخير. أولا شكرا للمنتدى يعني هذه المناسبة أن نلتقي بقامة اقتصادية وفكرية كبيرة في العالم العربي. وسؤالي محدد هو حول حقوق الملكيه الفكريه. انا اعلم ان الاردن يعتبر في مصاف الدول الاولى عربيا فيما يتعلق بحقوق الملكيه الفكريه. الى اي مدى وصلت الاردن عالميا في هذا المجال؟ وهل تبنت الدوله التشريعات اللازمه في هذا الاطار ام لا؟ شكرا. شكرا. عامل السؤال الغزالي المفكر الاقتصادي لمدينة الثقافة بحيث ضمن وزارة الثقافة. هو سؤال مشقين. بعتقد انه يجب علينا ان نعبر عن الكلام اليومي. وانا لن انظر الى الاردن بالوضع الحالي ضمن الازمات الاقتصادية او الازمات العالمية او الظروف اللي تحيط بالوطن العربي وتحيط بالأردن بشكل خاص. أنا بتأمر من خلال الأيام القادمة هل ممكن أن تكون مشرقة لأبنائي لديمومتي في هاي البلد، بأنه الشكل الأول وهو يخص تأثير أو ما مدى تأثير المناطق التنموية بالأردن على الاقتصاد. والسؤال الثاني هو ما مدى، ونحن نعلم أن الأردن ممكن أن تكون ضمن مجلس التعاون الخليجي، في عندنا قناة البحرين، في عندنا المفاعل النووي بالقصير. هذه بالأيام القادمة والمستقبل القريب اللي ليس بعيد كثير، شو مداها الاقتصادي على الأردن وعلى الاستفادة منه في بلدنا؟ أهلا وسهلا. سعادة العين، شكرا جزيلا. أنا عندي سؤال، هل تتفق مع أن وجود أحزاب في الأردن ضعيفة سبب
للمشاكل الاقتصادية في الأردن؟ هذا سؤال واحد. السؤال الثاني، دائما الجميع يتحدث عن وضع اليد على المشاكل وتحديدها بشكل واضح إلى حد كبير، ولكن دائما الحلول من الصعوبة تطبيق. أعطي مثال بسيط على قرار أخذ في حكومة من الحكومات حول العمالة ولم يطبق لتداخلات كثيرة. فإحنا مشكلتنا في الأردن وفي الدول العربية التي لا توجد فيها أحزاب سياسية كبيرة منظمة للعملية الإدارية الحكومية نسميها، هذا يؤدي إلى فشل في أي سياسة تتخذ، سواء سياسة تحصيل الأموال الضريبية المستحقة حقيقة أو أموال الجمارك أو أي أموال عائدة على المواطن، سواء بالبلديات أو بغير البلديات. وهذا باعتقادي أنا إنه هو عدم تطبيق هذه السياسات، ضعف في البنية المجتمعية نتيجة قرارات إدارية خاطئة، نتيجة عدم وجود أحزاب سياسية كبيرة تراقب أعمال الحكومة. أضف إلى ذلك موضوع التخطيط ووزارة التخطيط اللي تحدث عنه صديقي الدكتور عودة سويرس. التخطيط في الأردن أعتقد أنه سواء التخطيط الاستراتيجي على مستوى وزارة التخطيط أو البلد، وعلى مستوى أيضا البنية التحتية، يعني تجد أنه يعني ما بدي أبعد أنا بالموضوع كثير، لكن تجد أنه المواطن يعمل على بناء منطقة معينة أو بناء في منطقة معينة، وتأتي الدولة بكل فعالية جدا تلحق هذا المواطن الذي بنى بيت واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة مشان توصل له خدمات كلفة عمود الكهرباء بعتقد مبلغ وقدره لا أستطيع تحديده، لكن بجوز الكل منا عنده الفكرة الكافية إنه الدولة لما تروح تفتح منطقة وتركض حواليها حتى تيجي تغطي احتجاجات معينة، فهذا مشكلة كبيرة باعتقادي. والآن الحراك اللي سمي حراك واللي الناس كثير بتقول إنه معهم حق، يعني لا يستوعب، يعني أنا ببحث عن طريقة اقتصادي كبير مثل حضرتك والأساتذة الكرام أحبائنا إنه يعطونا الطريقة لتوصيل القرارات الحكومية واستيعابها من قبل المواطن. يعني أنا شخصيا يعني متأثر جدا برفع الأسعار سواء المحروقات أو غيرها، ولكن أنا بغني وأقبل جدا رفع الأسعار، يعني بفهم إنه رفع الأسعار هو عدالة اجتماعية حقيقة، لكن معظم المواطنين لا يستطيع أن يفهم أو لا يستطيع أن يدرك أو يقبل حتى إنه والله رفع الأسعار من صالح. وشكرا. شكرا يا سيدي. يا أخوان عدو. مساء الخير جميعا. دكتور طلال رحب بي في الحيز. تسمح لي أكون بحيز اليوم أنا. بشار مكة أنا من طلال أبو غزال. تمام. ليش أنظر ولا أحكي، بس تعرف المناسب الموضوع مش كثير قاتم. خلينا نحكي عن تجربة إذا سمحتوا لي دقيقتين. أنتم تعرفوني أنا كواحد منكم. بس أنا أستاذ تسويق الإدارة الاستراتيجية في كلية طلال أبو غزالة بدراسات عليا في إدارة